بس لغايه دلوقتي يا كابتن عندهم لعيبه مميزه، ما فيش شك، لعيبه في كل خط، عندهم لعيب، عندهم خبرات كبيره، لكن جماعيا تحس انه مش فريق جماعي. يعني الكوره الجماعيه مفتقده في فريق بيراميدز لحد كبير جدا على المستوى. يمكن المكاسب زي ما حضرتك بتقول، الفروق الفرديه هي اللي بتفرق. ده ان شاء الله يكون في صالحنا، يعني النادي الاهلي باذن الله. وهستعرض مع حضرتك يمكن كمان تشكيل النادي الاهلي في المباراه الاخيره امام المقاولين، تشكيل بيراميدز امام سموحه، ونعمل مقارنات كمان تشكيل بكره هيبقى شكله عامل ازاي. يعني لكن الكره الجماعيه ناقصه شويه. بالظبط بالظبط. يعني وانا شايف ان الكره الجماعيه بالكوكبه اللي موجود عليها لعيبه بيراميدز بترجع للمدرب بنسبه كبيره. يعني يمكن احنا مدربين هاني وعارفين ان قيمه المدرب بتمثل 70% من النواحي التكتيكيه، من النواحي الفرديه، من النواحي المهاريه، و30% 70% للعيبه و30% بالنسبه للمدرب. هو ما وصلش حتى كمان لدرجه ال 30% مع الاسف. بس يا كابتن ما تفتكرش برضو ان ممكن جدا يكون احساس اللعيبه في نجوم، كل واحد حاسس انه نجم في مركزه، في نجوم كتيره في الملعب على حسب كل واحد شايف ان هو نجم كبير، فديت محتاجه كمان اداره تدوب الكلام دوت. نفتكر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي وقد ايه كان نجوم كبار في الفرقه، لكن قدر بشكل او باخر ان لا، انتوا كلكم كوره جماعيه وما عنديش نجم اوحد. لغايه دلوقتي اعتقد ان بيراميدز عندها مشكله في الجزئيه دي. بالظبط، وما وصلش للمرحله دي. يعني انت بتتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده اداره قويه وجهاز فني قوي، والاداره القويه بتبقى في ظهر الجهاز الفني. فهنا اللعبة بتحس بالكلام ده، فاللعبة بيبقى فيها شيء من الضبط والربط نتيجة ان الإدارة واعية والجهاز الفني واعي، فيضطر اللاعب انه يلتزم، مجبر انه يلتزم لقرارات الجهاز الفني، واخد بالك، داخل الملعب. فالنهارده احنا ما حسيناش بدي في بيراميدز بصراحة. يعني الإدارة يعني انا شايف مش بقوة إدارة النادي الأهلي، اكيد طبعا الجهاز الفني نفس الكلام، مش بقوة الجهاز الفني النادي الأهلي، لكن قيمة اللعيبة اللي موجودة داخل الملعب قيمة كبيرة جدا. وزي ما قلت يا هاني، معظمهم نجوم. انا شايف ويا رب يعني ان التجانس ده ما يحصلش بكره يعني.